ان انتي فيروس كو سوسو تكون اكسبير لا سيكوريتي انفورماتيك ولا انسان عادي خاصك ان انتي فيروس لان الانتي فيروس في حد ذاته توصل بالتحديثات وهذيك التحديثات كيشتغل عليها واحد الفريق اللي 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام كيشتغلوا فقط في رصد هذه الفيروسات وتيهرس لهم انطلاقا من دي ميزاجو ان انتي فيروس سون ميزاجور يعني ما كتبقاش تصيفط ليه لي ميزاجور وهذاك لونتي فيروس راه ما لايقش خاصك ديما دير لي ميزاجور نعم. لان هذاك الفريق دائما كيرسل واحد بنك ديال المعلومات لهذاك لونتي فيروس اللي كيخليه كيكتشف هذوك لي فيروس. وشخصيا كانت عندي تجربه اني مشيت لروسيا وحضرت وشفت الفريق ديال واحد شركه يعني ديال اللي كتقدم واحد البرودوي ديال لي زونتيف كيفاش كيشتغلوا هذاك الشيء راه خيالي جدا. فبالتالي ان لونتي فيروس شي حاجه اللي هي مهمه خصوصا اذا كنتي كتشتغل بحاسوب ويندوز او كنتي كتشتغل بهذا أندرويد. واش الفرد المغربي مهيئ اليوم لهذه الرقمنه في المعاملات امين راغب؟ للاسف الشديد لا، لانه لو كان مهيئ ما كناش غنشوفوا مجموعه من الجرائم الرقميه ومجموعه من الاشياء اللي كاينه حتى في الويب المغربي دابا. تنعتقد انه خاص واحد تضافر الجهود لا اعلاميا لا نعم. حتى في المدرسه العموميه اننا خصنا نكونوا الاطفال كيفاش شنو مثلا في البرامج المدرسيه نخلقوا واحد الماده خلقوا واحد التكنولوجيات الحديثه تربيه هذه الناشئه اي الناس ونوريو الاطفال شنو هما الحوايج اللي مسموح بها في الانترنت شنو هما الحوايج اللي ما مسموحش بها في الانترنت باش هكا نقدروا اننا نكونوا واحد الامه اللي هي امنه واحد نعم. المواطن اللي يقدر يستخدم الانترنت بواحد الشكل اللي هو امن.